يشكل قطاع الزيتون في الأردن مصدر دخل لنحو 100,000 أسرة من سكانه، حيث يواصل المزارعون وعائلاتهم من منتصف شهر تشرين أول الماضي قطف ثماره إما للتخليل أو للعصر، كما يعتبر موسم قطافه من المواسم المحببة لغالبية الأردنيين. نورسات الأردن زارت عدداً من المزارع والمعاصر وأعدت التقرير التالي. للأردن مع شجرة الزيتون قصة عشق أزلية، حتى أضحت رمزاً من رموزه الوطنية تعبر عن ارتباط الأردنيين وتعلقهم بهذه الشجرة المباركة. وموسم قطاف الزيتون يعتبر بالنسبة لهم عيداً يفرحون بقدومه ويعدون له العدة ليجنوا ثماره الطيبة ابتهاجاً بحلول هذا الموسم. حكاياتنا حكايات من عمر الزمن بتفوح منها ريحة الطيور. ويرى كثير من أصحاب المزارع أن الظروف المناخية للأردن تساهم في تحسين المنتج الثمري للزيتون وزيادة جودته ونوعيته ووفرة كميات الزيتون هذا الموسم، مما يشير إلى بيع كميات كبيرة من الزيت بأسعار مناسبة للجميع والحفاظ على سمعة المنتج الأردني من زيت الزيتون. وتشكل زراعة الزيتون بالنسبة للمزارع الأردني مصدر دخل هام له، وهي من الزراعات المتقدمة على مستوى المنطقة، حيث تبلغ أشجار الزيتون المزروعة حالياً في المملكة والتي تصل إلى 20 صنفاً معظمها من النبال البلدي والمحسن حوالي 30 مليون شجرة موزعة على مساحة تبلغ نحو 2 مليون دنم، وهي مساحة تشكل نسبة كبيرة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، كما أن حجم الإنتاج للموسم الحالي مرتفع إلى معدلات عالية، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الزيتون هذا العام إلى نحو 200,000 طن. وتنقسم كميات الإنتاج إلى 50,000 طن سيجري كبسها وتخليلها، و 150,000 طن ستعصر وينتج منها زيت الزيتون الذي يتوقع أن يصل هذا العام حوالي 27,000 طن، وهو عالي الجودة بشهادة كافة المواطنين. حكايتنا قصة عمر تروي عن الأجداد، سير معطرة بالحب غنى حروفها الحسون. حكايتنا يا مواسم الأعياد، حكايتنا بيضر جنى وحصاد. حكايتنا يا مواسم الأعياد، حكايتنا بيضر جنى وحصاد. ويبدي معظم المزارعين التزامهم وتقيدهم بالتوجيهات الرسمية التي تنصحهم بتأخير القطف لغايات العصر، حيث أن التأخير لمثل هذا الوقت خاصة في المرتفعات الجبلية يرفع من نسبة الزيت ويقلل من الحموضة ويحافظ على نوعيته ولونه، كما أن القطف المبكر لا ينصح به كونه يقلل من نسبة الإنتاج لنحو 10%. يا موطن الزيتون والدحنون والحنون، يا موطن الزيتون والدحنون والحنون، ما هنت يوم بخاطري روحي إلك ترخص وانت عليها تمون. ويؤكد مسؤولو المعاصر المنتشرة في المملكة والتي يصل عددها إلى 136 معصرة أن إنتاج الزيت المتوقع لهذا العام يبلغ حوالي 27,000 طن، وهو مستخلص من 200,000 طن من إجمالي ثمار الزيتون، كما أن المعاصر الأردنية القائمة تعمل وفق تقنية عالية في مجال صناعة زيت الزيتون ووفق نظام الطرد المركزي المتبع في الأنظمة العالمية الحديثة. فلاح كذب معولو، فلاح كذب معولو، شد الأرض أرضو إلو. طبعا موسم الزيتون السنة أخف من موسم العام بنسبة 40%. اثنين، فترة الحجر اللي كان يصير يوم الجمعة هي أثرت، والأربع أيام اللي مرقن كمان أثرن كثير على شراء الزيت وعلى تلقيطه وعلى عصر الزيتون.
لذلك تفاجأنا احنا بعد الحجر الأربعة أيام انه كان كم هائل من الزيتون اجى على المعاصر بشكل عام فوق طاقة استيعاب المعاصر. يا موطن الزيتون والدحنون والحنون. السنة جودة الزيت من أعلى جودات الزيت اللي مرقت خلال 40 سنة، لأنه موجة الحمل اللي إجت في شهر 7 و8 و9 قضت على الدودة البيضاء والذبابة البيضاء، وكان عندنا الزيتون رائع ومنظره رائع وطعمه رائع. الزمن بتفوح منها ريحة الطيون. الزيتون موسم كويس، وإحنا زيتون بمنطقة العارضة الصبيحي، وهذا الزيتون اللي عندنا، أنا رئيس جمعية تعاونية جبت من لبنان 60,000 غرسة زرعناها لأعضاء الجمعية في المنطقة، ومنه زيتون ممتاز جدا، كان جبناه معدل 33-35%، والآن والله ما حسبناش قديش اليوم، وموسم جيد للموسم الجيد. موضوع الحظر وما الحظر أثر على المزارع في تسويق الزيت اللي بنتجه. بالنسبة لأحمال الشجر يعني تقريبا أفضل من العام بشيء بسيط. الإنتاج الزيت، إنتاج الزيت بالنسبة للزيتون نسبة معقولة ومرضية للمزارع ومرضية للتاجر حتى، يعني أسعار الزيت في متناول الجميع أعتقد. حكاياتنا قصة عمر تروي عن الأجداد، سيري مع اضطراب الحب غنى حروفها الحسون. حكاياتنا حكايات.